ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل أكثر بعد الفاصل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا في الأردن. نهار اليوم انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع في عموم مناطق المملكة، هي ناتجة عن بقايا رطوبة الحالة المداري أو حالة المتوسطية التي أثرت على وسط البحر الأبيض المتوسط، وتحركت خلال اليومين الماضيين نحو شرق البحر الأبيض المتوسط قبل أن تتلاشى وتنتشر كميات من الرطوبة أو بقايا رطوبتها على شكل غيوم منخفضة شهدتها المملكة نهار اليوم. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مع استقرار كامل على الأجواء. خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين. تبدأ المملكة تتأثر بتيارات غربية قادمة من شرق البحر المتوسط، تعمل انخفاضات واضحة لدرجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين. تستمر هذه الرياح الرطبة بالتأثير على عموم منطقة بلاد الشام والمملكة خلال اليومين القادمين، لكن يتوقع أن يتشكل الضباب الكثيف خلال ليلة الثلاثاء على الأربعاء فوق المناطق السهلية وأيضا منطقة البادية، تشمل أيضا الطريق الصحراوي، وبالتالي هناك تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر من يوم الأربعاء، لكن سرعان ما سيتلاشى هذا الضباب مع ساعات الصباح المتأخر. درجات الحرارة تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام خلال يوم الثلاثاء كما ذكرنا، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تعود وترتفع قليلا درجات الحرارة وتدريجيا في عموم مناطق المملكة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. هذا من الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام مع تفرق بعض الغيوم المنخفضة. 13 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 12، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة. يوم الأربعاء 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 14، ترتفع يوم الخميس تسجل 24 إلى 15 وتواصل ارتفاعها يوم الجمعة مع 25 إلى 16 درجة مئوية مع أجواء مستقرة بشكل عام. توقعات الجوية للمدن الأردنية ليوم الأربعاء نبدأها شمالا من المفرق، طقس صافي 23 إلى 12، إربد 23 إلى 14، جرش 24 إلى 15، وعجلون 21 إلى 14 درجة مئوية. نذهب نحو المنطقة الوسطى والزرقاء 25 إلى 14، عمان 22 إلى 14، البلقاء 22 إلى 15، مأدبة 23 إلى 15، والبحر الميت 30 إلى 23 درجة مئوية. نذهب جنوبا نحو الكرك، أجواء صافية 22 إلى 15، الطفيلة 22 إلى 14، معان 25 إلى 15، الشبك 20 إلى 13، والعقبة أجواء حارة نسبيا مع 30 إلى 22 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 26 إلى 14، نفس الأجواء والحرارات في الصفاوي، أما رويشت 23 إلى 14 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.